كاراتيه النادي الاهلي برضه، هنروح للكاراتيه. كاراتيه النادي الاهلي اللي خرج نجوم كبار زي جيانا ودكتور مهند مجدي وغيره وغيره من النجوم والابطال. فرق الكاراتيه بالنادي الاهلي يبدا مشوار، او كاراتيه الاهلي يبدا مشوار الموسم الجديد بالمشاركه في الدوري. فرق الكاراتيه بالنادي الاهلي هتشارك في بطوله الدوري الناشئين والناشئات والشباب والشابات في منافسات الكاتا، واللي هتبدا يوم الخميس اللي جاي ملاعب نادي طلائع الجيش. الجهاز الفني لفريق الكاراتيه بالاهلي بيسعى للمحافظه على درع البطوله اللي كان حققه السنه اللي فاتت. جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي واللي بترأسه الدكتور مراد عاصم وهو الاب الروحي لكل نجومنا، استعد بشكل قوي بالبطوله، وده بعد ما كثفنا تدريباتنا واختيارنا احسن عناصر عشان نقدر نفوز باللقب اللي بيجي في افتتاح الموسم الجديد 2021 2022. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين طبعا نجمتنا جانا فاروق زي ما قلت برونزيه الاولمبيات، واول ميداليه اولمبيه في الكاراتيه كانت من نصيب جيانا طبعا نجمتنا او الدكتوره جانا فاروق.